بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور أحمد عوض الله، واليوم إن شاء الله رح نتكلم عن شرح تشابتر 9 من كتاب السيروي اللي بيتكلم عن اللينير مومنتم and collisions، يعني الزخم الخطي والتصادمات. لينير مومنتم، الزخم الخطي، كلمة مومنتم معناها الزخم، ويرمز لها بالرمز بي، والزخم كمية متجهة، الزخم كمية متجهة. كلمة لينير مومنتم، الزخم الخطي، توحي بأنه هناك نوع آخر من أنواع المومنتم اللي هو الأنجولر مومنتم، اللي هو الزخم الزاوي، وهذا راح ناخذه ان شاء الله في تشابتر 11. اما اللينير مومنتم، الزخم الخطي، فيرمز له بالرمز بي. الان ايش معنى كلمه مومنتم؟ مومنتم، الزخم، هي كميه فيزيائيه بالاساس تدل على ان هذا الجسم متحرك ويحمل طاقه، واذا احدث هذا الجسم تصادم فان له مقدره على تغيير حالة الجسم المصطدم فيه. فمثلا لما يكون في عندي سيارة تتحرك باتجاه جدار، سيارة ماشية في خط مستقيم، في نهاية الطريق في جدار، وهي السيارة في النهاية صدمت في الجدار، رح يكون لها مقدرة على التدمير والتخريب، انها تخرب الجدار او تدمره. الان بيعتمد مقدار القدرة على التدمير او التخريب اللي هي الزخم على عاملين، العامل الأول كتلة هذه السيارة، والعامل الثاني سرعتها. فإذا كانت كتلة السيارة كبيرة فهذا معنى أنه هذه السيارة لما تعمل التصادم راح تعمل أثر كبير، وإذا كانت سرعة السيارة كبيرة أيضا فهذا معنى أنه الأثر الناتج عن هذا التصادم راح يكون كبير. فاصطلحوا العلماء على كلمة مومنتم اللي هي الزخم. هاي الكمية الفيزيائية بتعتمد على الكتلة والسرعة. لو تخيلنا سيارتين لهم نفس الكتلة، سيارتين لهم نفس الكتلة، مثلا كل واحدة منهم 1000 كيلوغرام، يعني 1 طن، وماشيين في خط مستقيم بنفس الاتجاه، وفي النهاية جدار أو حاجز رح يصدموا فيه. السؤال الآن، مين منهم من السيارتين اللي لهم نفس الكتلة رح تعمل أثر أكبر لما تصدم بالجدار؟ عشان نعرف الجواب لازم نعرف كم السرعة، كم سرعة كل واحدة منهم. السيارة A سرعتها مثلا 100 كيلومتر في الساعة، والسيارة B سرعتها 60 كيلومتر في الساعة، الثنتين نفس الكتلة لكن سرعة A 100 سرعة B 60، اصطدموا بالجدار، مين رح يكون أثرها أكبر؟ اللي رح تخرب بالجدار أكثر وتهده وتدمره وهكذا رح تكون السيارة اللي سرعتها أكبر، لأنه الثنتين لهم نفس الكتلة. إذا السيارة A سرعتها أكبر، فشو بنحكي إحنا؟ إنه هاي السيارة لها زخم أكبر، المومنتم تاعها أكبر، قيمة البي أعلى، بينما السيارة اللي سرعتها أقل راح تكون زخمها أقل. بالمقابل لو تخيلنا سيارتين مشيت بنفس السرعة، الأولى سرعتها مثلا 80 والثانية سرعتها 80، لكن السيارة الأولى من الحجم الصغير كتلتها صغيرة، كتلتها 1 طن، والسيارة الثانية من الحجم الكبير، يعني مثلا شاحنة كتلتها 10 طن على سبيل المثال وماشية، الثنتين نفس السرعة، اصطدموا بالجدار، أيهما تحدث أثر أكبر وتخرب وتدمر؟ بلا شك السيارة اللي كتلتها أكبر، لأنه في هاي الحالة السرعة صارت متساوية. فلأنه قدرتها على التدمير أكبر إذا عملت تصادم، نحكي في هاي الحالة إنه هاي السيارة زخمها أكبر، أو هذا الجسم زخمه أكبر. فالزخم اللي هو بي بشكل عام يحسب من العلاقة M في V، حيث M هي الماس تاعت الجسم وV هي سرعة هذا الجسم، لأنه الV كمية متجهة راح تكون البي أيضا كمية متجهة. هكذا يحسب زخم الجسم. في الغالب هاي الكمية الفيزيائية اللي هي المومنتم، اللينير مومنتم، غالبا تستخدم في التصادمات أو بتظهر أهميتها في التصادمات. فلو كان في عندي على سبيل المثال جدار وجاء جسم واصطدم فيه،
ارتد بعد التصادم. سرعة الجسم قبل اصطدامه بالجدار مباشرة خلينا نسميها V1، وسرعة الجسم بعد صدوره عن هذا الجدار، يعني بعد ما صدم وخلص وطلع عنه، هي V2 راح نعتبرها. بس بدنا ننتبه لشيء يا شباب، V1 هي سرعة الجسم قبل التصادم مباشرة، يعني مثلا لو كانت سرعته هون 5، هون 6، هون 7، هون السرعة بتزيد، مش هي V1. V1 هي سرعة الجسم قبل التصادم مباشرة بلحظة، يعني قبل التصادم بفترة. ما بيهمني كم السرعة، عشان نعرف نتعامل مع المومنتم، أنا بيهمني السرعة قبل التصادم مباشرة تماما في هاي اللحظة اللي بعديها مباشرة صدم الجسم بالجدار. و V2 هي مش السرعة بعد ما راح ومشى وكمل طريقه، لا، V2 هي السرعة أثناء صدور أو ابتعاد الجسم عن الجدار مباشرة، في اللحظة اللي بينتهي فيها التصادم وبيندفع الجسم، بيرتد باتجاه معاكس على سبيل المثال. في هاي الحالة اللي عندنا كم بتكون سرعته أول ما يرتد؟ هاي السرعة هي V2. إذن V1 هي السرعة قبل التصادم مباشرة، V2 هي السرعة قبل التصادم مباشرة، وبالتالي احنا بنتكلم قاعدين عن ايش؟ عن لحظات صغيرة جدا، وقتها كثير قليل. تمام. الآن بما أن سرعة الجسم تغيرت بسبب وجود تصادم، إذا رح يكون في عندنا في هاي الحالة زخمين للجسم، زخم بيعتمد على V1 وزخم بيعتمد على V2. إذا رح يظهر عندنا هون P1 اللي بنقدر احنا نسميها P initial، يعني الزخم قبل التصادم. هذا ايش رح يساوي؟ رح يساوي M في V1 أو V initial، بينما P2 واللي احنا بنقدر نسميها P final في هاي الحالة بتساوي M في V2 أو في V final، اللي هي السرعة بعد التصادم مباشرة. وزي ما انتم شايفين يا شباب، احنا بنتعامل مع كميات متجهة، ولذلك يجب مراعاة الاتجاهات في الحل، يجب مراعاة الاتجاهات في الحل. وبالتالي إذا كان الجسم مثلا ماشي لليمين، يعني سرعته I hat، إذا ماشي لليسار سرعته سالب I hat، إذا للأعلى موجب J hat، إذا للأسفل سالب J hat، وهكذا. إذا ماشي هيك بزاوية بين X و Y، بدنا نحلل السرعة ونعملها على شكل I hat و J hat، وهكذا. إذا لابد من مراعاة الاتجاهات، لأنه الزخم كمية فيزيائية. الآن بعد ما عرفنا أنه تصادم جسم بيؤدي إلى تغير سرعته وبالتالي تغير زخمه، بيظهر سؤال، إيش هو اللي أدى إلى تغير سرعة الجسم؟ طبعا جواب واضح، التصادم اللي صار. طيب لما التصادم صار ليش تغيرت سرعة الجسم؟ نحكي لأنه كان في عنا قوة أثر فيها، مثلا في الحالة اللي عندنا هون، في عنا حالات مختلفة، بس في الحالة اللي قدامنا أثر فيها الجدار على الجسم، قوة أثر فيها الجدار على الجسم فأدت إلى تغير سرعته. هو كان في هاي اللحظة سرعته مثلا 5، بسبب التصادم أصبحت سرعته 4، أو انعكس اتجاهها مع بقاء قيمة السرعة نفسها مثلا، وهكذا. إذا إيش اللي أدى إلى تغير السرعة وبالتالي تغير الزخم؟ اللي أدى إلى تغير الزخم هو وجود قوة أثر فيها هذا الجدار على هذا الجسم. نتيجة لذلك بيظهر عندنا مصطلح جديد اسمه إمبلس. مصطلح اسمه إيش؟ إمبلس. هسا إمبلس معناها الدفع، معناها إيش؟ الدفع، ويرمز لها بالرمز I. والإمبلس أيضا هي كمية متجهة، يعني وكأنه في الحالة اللي عندنا هون الجدار قام بدفع الجسم باتجاه اليسار، دفع لوين؟ دفع باتجاه اليسار. طيب الإمبلس هو اللي أحدث التأثير على السرعة، هو اللي أدى إلى تغير سرعة الجسم من V1 إلى V2. ولذلك عشان نقدر نحسب الإمبلس، الإمبلس مرتبط بالسرعة قبل وبالسرعة بعد، الثنتين مع بعض في هاي اللحظة اللي صار فيها تغيير للسرعة. يعني بشكل عام الإمبلس مرتبط بمين؟ P1 و P2 أو P initial و P final، مرتبط فيهم الثنتين مع بعض. علشان هيك الإمبلس فعليا يحسب من العلاقة التالية، الإمبلس هو الدلتا P، هو تغير الزخم، التغير الحاصل في الزخم هو مقدار الدفع اللي صار على هذا الجسم. ولذلك لو هذا الجسم ما كان ماشي بسرعة ثابتة،
يعني الفي 1 والفي 2 نفسها ما تغيرت لا مقدارا ولا اتجاها. شو بنستنتج في هاي الحالة؟ انه ما في عندنا امبلس، انه بتكون قيمة البي 1 نفس البي 2، ولما نطرحهم من بعض عشان نطلع دلتا بي بيطلع الجواب هو نفسه، بيطلع الجواب صفر. خلينا الآن نحط مجموعة أشياء مرتبطة ببعضها لحساب الإمبلس، بدنا نعملها على شكل شريط حتى يسهل حفظها وتذكرها بهذا الشكل. الإمبلس اللي هو I بيساوي دلتا P. الدلتا P هي ال P2 minus ال P1، أو ال P final minus P initial. طبعا كلها كميات متجهة، بس خليني أنبهكم هون لنقطة شباب. الآن إذا كانت الحركة، حركة الجسم كانت في خط مستقيم، يعني الجسم مثلا ضرب بالجدار، هي حفت الجدار هون، ضرب بالجدار وارتد، تمام؟ في هاي الحالة يعني كان ماشي باتجاه اليمين انعكس وصار باتجاه اليسار، هاي تعتبر حركة في خط مستقيم. والحركة في خط مستقيم في اتجاه واحد، باتجاه السينات أو باتجاه الصادات على سبيل المثال، ما في داعي اني انا اعبر عنها بمتجهات، ما هي واضحه كلها على محور السينات او كلها على محور الصادات، ولذلك يكتفى بالنسبه للاتجاهات بالاشاره بالموجب والسالب. فاذا الجسم كان رايح على اليمين بعتبر اشارته اشاره السرعه او اشاره الزخم نفسه، هي نفس الاشاره راح تكون، بعتبرها موجبه. واذا كان رايح على اليسار بعتبر الاشاره سالبه، ما في داعي احط اي هات قبل واي هات بعد، ما هي كلها اي هات، وبالتالي أنا بقدر أستغني عن رمز المتجه اللي فوق. كذلك إذا الحركة كانت على محور الصادات، إذا كان للأعلى بحطها موجب، وإذا كان للأسفل بحطها سالب، وما في داعي أحط رمز الجهات. واللي بحط رمز الجهات مش غلط، بالعكس أحسن، لكن لو ما حطيتها ما في إشكال. عشان هيك راح تلاحظ مرات في بعض الأسئلة إنه البي بتساوي سالب خمسة، سالب خمسة بدون ما يكون فيها آي هات وجهات. اعرف في هاي الحالة لما تكون البي عبارة عن رقم سالب، إنه السالب هذا يدل على الاتجاه، وتم الاستغناء عن وضع رمز الاتجاه لأنه الحركة نفسها في بعد واحد. أما إذا الحركة في بعدين مثلا سينات وصادات مع بعض، يعني هيك الجسم ماشي بساوية، لازم نحط الآي هات والجي هات، إجباري لازم ينحطوا. إذا أنا عندي هون متجهات، لكن لو الحركة كانت في بعد واحد بقدر أستغني عن هاي الاتجاهات. الآن لو مسكنا كل واحدة منهم عوضنا قيمتها من هون، راح يطلع معنا M في V2 minus M في V1 مع مراعاة الاتجاهات. طيب ممتاز، الآن احنا اتفقنا انه تغير السرعة بسبب الدفع اللي صار، والدفع نفسه سببه وجود قوة يؤثر بها الجدار على الجسم. خلينا نحكي يا شباب بشكل عام عن هذا الفصل، الشابتر 9. شابتر 9 اجمالا يقسم الى قسمين، مسائل المومنتم فيه تقسم الى قسمين، المومنتم والكوليجنز والتصادمات كلها مع بعضها. القسم الاول هي مسألة تصادم جسم بجدار. اول حالة ايش هي عندنا؟ ان يصطدم جسم بجدار يرتد عنه. اذا صدم بجدار اكيد رح يرتد، مش شرط جدار، في الغالب جدار، لكن ممكن يكون عندي جسم ضخم او طويل وجسمنا المتحرك الصدم فيه. يعني اعطيكم مثال على مسألة تعتبر تصادم جسم بجدار رغم انه مش جدار، انا ما عندي جدار، لكن يمكن اعتبارها كذلك. كرة البيسبول، الان تعرفوا انتو كرة البيسبول اللاعب اللي بده يلعب في الكرة شو بيعمل في الكرة هاي؟ اول شيء بيمسكها بيرميها لفوق للاعلى، وبكون الثاني جذعه وماسك المضرب بقوة والكرة فوق. الآن أول ما توصل عند أقصى ارتفاع هاي الكرة، أول ما توصل عند أقصى ارتفاع بتوقف، تتوقف عن الحركة لحظيا طبعا عشان تنزل. فهو بحكم الخبرة بكون عارف إنه في اللحظة اللي الكرة رح توقف فيها سرعتها تصير صفر، رح يكون ثنى الجذع تاعه وأجب المضرب وضربها. الآن المضرب البات بسموه BAT، هذا البات لما يضرب هاي الكرة راح تنطلق تندفع بشكل كثير كبير، يعني سرعتها كانت صفر لحظة التوقف اللحظي هاي، بعدين اجى المضرب ضربها فراحت مسافة كثير كبيرة بسرعة كبيرة راح تنطلق. بالنسبة لهذا السيستم، هذا النظام المكون من كرة ومضرب مع بعض،
هل ضرب الكرة بالمضرب أدى إلى رجوع المضرب إلى الخلف؟ لا، طبعا في تأثير من الكرة على المضرب، بس تأثير لا يذكر، وكأن المضرب يعتبر جسم ضخم مثل الجدار بالنسبة للحالة اللي قدامنا. المضرب يعتبر في هاي الحالة مثل الجدار، وبالتالي أنا مسألتي إنه كان في عندي جسم إله سرعة، وبعد التصادم صار في له سرعة ثانية، فتركيزنا على الكرة، المضرب ما بنشتغل فيه ولا بنتعلل ولا بنشوف كم مقدار السرعة تاعته كم بتساوي. أما الكرة نفسها هي اللي بدنا نشوف شو صار في سرعتها، كانت صفر قبل ما تنضرب بعدين اندفعت بسرعة كذا، إذا V1 بتساوي صفر، V2 لها قيمة. هاي المسألة تعتبر تماما زي ما تيجي الكرة وتصدم بجدار، نفس الإشي. بس كيف بده يعطيك مثال في هاي الحالة يقول لك إنه جسم ساكن واصطدم بجدار؟ ما هو ساكن بتحركش، كيف راح يصطدم؟ فتيجي الصورة الأوضح اللي هي مسألة إيش؟ كرة البيسبول، الكرة والمضرب، والمضرب دفعها فكانت سرعتها صفر بعدين صار لها سرعة. غالبا مسألة تصادم جسم مع جدار بكون السرعة لها قيمة قبل التصادم واتجاه، وبعد التصادم بصير لها قيمة أخرى واتجاه آخر مثلا، وهكذا. إذا الحالة الأولى اللي عندنا هي تصادم جسم مع جدار، تصادم جسم مع جدار زي الحالة اللي قدامنا، أو الجسم مع المضرب، هاي كلها تعتبر حالة واحدة. الحالة الثانية شباب هي تصادم جسمين مع بعض، تصادم جسمين مع بعض، الجسم الأول مثلا سيارة ماشية بالشارع صدمت مع سيارة أخرى، الكتل متقاربة نوعا ما، يعني في تقارب في الكتلة، 800 كيلوغرام 400 كيلوغرام 600 بالمئات مثلا كلها، أو 4 كيلوغرام صدم مع 2 كيلوغرام مثلا. هاي الحالة الثانية، تصادم جسمين مع بعض. طريقة التعامل مع تصادم جسمين مع بعض مختلفة تماما عن تصادم جسم مع جدار. هذا الشرح اللي قدامنا اللي هو اني اشوف كم الزخم قبل والزخم بعد واحسب الامبلس بهذا الشكل، هذا كله مرتبط بالحالة الاولى. شو الحالة الاولى؟ اللي هي تصادم جسم مع جدار بهذا الشكل. الان لو فصلنا الموضوع اكثر، اتفقنا احنا انه لما هذا الجسم يصطدم بالجدار ايش راح يصير فيه؟ راح يرتد مثلا، راح يرتد بهذا الشكل. السبب يا شباب في ذلك انه في عندي قوة فورس اثر فيها الجدار، اثر فيها الجدار على هذا الجسم. يعني الجسم لاحظوا رايح لوين؟ رايح باتجاه اليمين والاسفل. نتيجة اصطدامه في الجدار صار رايح باتجاه الاسفل واليسار، هيك اتجاه حركة الجسم. إذا الحركة للأسفل ما تغيرت، إنه ما في قوة نحو الأسفل أثرت على الجسم، القوة اللي أثرت على الجسم نحو اليسار، فبدل ما يكون رايح يمين صار رايح لليسار مع بقائه نحو الأسفل. يعني الحركة للأسفل هي بقيت موجودة أسفل أسفل، لكن كان يمين وصار يسار بسبب إنه القوة اللي أثرت عليه اتجاهها نحو اليسار. إذا يا شباب وجود القوة أدى إلى دفع الجسم وبالتالي تغير السرعة. إذا مثل ما الدفع مرتبط بتغير السرعة، هذا الدفع أيضا مرتبط بالقوة اللي راح يأثر فيها الجسم على الجدار. إذا الآن راح نكتب علاقة نشوف من خلالها العلاقة بين القوة وبين الدفع نفسه. الدفع يا شباب يحسب من العلاقة التالية، I تساوي F ضرب دلتا T. F ضرب دلتا T، إيش هي F؟ F يا شباب هي القوة اللي بيأثر فيها الجدار أو المضرب على الجسم، على الكرة على سبيل المثال. طبعا هاي القوة بالنسبة للكرة، الكرة لما تكون ماشية باتجاه اليمين وتصدم بجدار وترتد عنه، السيستم في هاي الحالة هو الكرة، الكرة نفسها كانت تتحرك قبل وكانت تتحرك بعد ودرستها مصبة على الكرة، ولذلك الجدار يعتبر في هاي الحالة مؤثر خارجي خارج هاي الكرة، أثر عليها مؤثر خارج عنها، قوة خارجية أثرت عليها، ولذلك راح نعتبر ان القوة هاي اللي هون في هذا القانون هي الـ external force، EXT اختصار كلمة external، يعني القوة الخارجية، القوة الخارجية اللي أثرت على الجدار، اللي أثرت على الكرة من الجدار. إذا F هي قوة الجدار التي أثرت على الكرة. طب ودلتا T إيش هي؟ دلتا T هي الفترة الزمنية اللي استغرقتها الكرة أثناء تلامسها مع الجدار. يا شباب الكرة أو الجسم أثناء تلامسه مع الجدار، الجدار بيعمل قوة عليه، ففترة تأثير القوة هي نفس الفترة اللي استمر فيها الجسم وهو ملامس للجدار. أول ما الجسم ارتد عن الجدار وبطل ملامس له راحت القوة، بطل فيه كونتاكت بينهم،
وبالتالي راحت قوة الجدار المؤثرة على الجسم. فبنحكي في هاي الحالة إنه دلتا تي هي الفترة الزمنية التي استمرت بها الكرة ملامسة للجدار الذي هو سبب القوة، فبسموها time of impact، يعني زمن التلاحم أو التلامس بين الجدار وبين الكرة، بين الجسمين بشكل عام. إذا دلتا تي المقصود فيها إيش هون؟ time of impact، زمن التصادم، زمن التلاحم، التلامس بين الجسم وبين الكرة. طبعا هذا الزمن بيكون في الغالب قصير. لما كرة تصطدم بجدار، كم مقدار الفترة الزمنية اللي بتسرقها الكرة وهي ملامسة للجدار؟ أول ما لمسته لحد ما ارتدت عنه، هاي الفترة فترة قصيرة، غالبا بتكون أجزاء من الثانية، نص ثانية، ربع ثانية، 2 بالعشرة ثانية وهكذا. لكن في بعض المسائل النظرية ممكن تكون يحكي لها ثانيتين وهكذا، كان الجسم مثلا زي الكرة اللي مش منفوخة هيك فيها شوية طراوة، لما تصطدم بالكرة بتطول وهي ملامسيته وبتطول وهي ترتد عنه. فإحنا بنحكي إنه إذا كانت القوة كبيرة بكون الدفع كبير، إذا كانت القوة التايم إذا كان طويل، فترة طويلة بيأثر، استمر تلامس فترة أطول، إذا الدفع راح يأخذ إيش؟ راح يأخذ قيمة أكبر. فالدفع بتناسب طرديا مع القوة ومع التايم المسرق في التلامس. هذا القانون متى بستخدمه؟ F دلتا T. هذا القانون يستخدم إذا كانت الإف هاي القوة المؤثرة constant، إذا كانت القوة ثابتة فمباشرة I تساوي F ضرب دلتا T. طيب إذا القوة كانت مش ثابتة، إذا القوة كانت متغيرة، إذا القوة كانت متغيرة يعني كيف متغيرة؟ على شكل function تعتمد على التايم. في أول لحظة قيمة القوة كذا، لما زار الزمن شوي القوة زارت شوي، تغير مقدارها، نقص وهكذا، قوة متغيرة. في هاي الحالة يا شباب I إيش بتكون بتساوي؟ I هي تكامل F في dt، تكامل F بالنسبة لمين؟ للتايم، F في dt طبعا من t1 إلى t2 اللي هي الفترة الزمنية للتلامس. إذا متى بستخدم هاي العلاقة؟ هاي العلاقة بستخدمها إذا كانت الإف إيش مالها؟ function، معادلة. يعني مثلا F تساوي 2 t زائد 3، إذا أعطاني F بهذا الشكل لاحظوا إنه في عندنا time هون، والتايم إيش معناه؟ التايم معناه إنه في تغير في قيمة الفورس. لما التايم صفر قيمة F تساوي 3، لما التايم 1 2 ضرب 1 2 زائد 3 5، الاف بتساوي 5، بطلت 3، فاصبحت قيمه الفورس متغيره مش ثابته. كلمه الفورس متغيره معناها انه ما بصير احكي اف في دلتا تي القوه ضرب الفتره. طب اني قوه اخذ؟ ما هي قوه متغيره. اذا هذا القانون بس لما تكون القوه ثابته بنطبقه، بينما هذا القانون بطبقه لما يكون في عندي تغير في مقدار السرعه، فانكشن الفورس على شكل فانكشن، وبالتالي تكامل اف في دي تي بهذا الشكل. في بعض الأحيان بتكون القوة متغيرة بس ما بيعطيني على شكل function، بيعطيني القوة على شكل رسم بياني زي ما شفنا في الفصول السابقة. في حالة الرسم البياني يا شباب، إذا جاب لي إن القوة متغيرة مع time بس مش على شكل function، على شكل رسم بياني زي هيك مثلا، في هاي الحالة مباشرة بيكون impulse هو area. impulse بيمثل area تحت الخط تاع القوة. إذن الاريا بتكون هي نفسها مين؟ هي نفسها الامبلس. فلو قال لي احسب الامبلس بقول له اي تساوي ايش؟ تساوي الاريا، المساحه الموجوده هون. لو كان عندي فانكشن طلب مني الامبلس بقول له اي تساوي تكامل الفورس المعطيني اياها دي تي، بكاملها وبعوض قيم التايم. لو حكى لي لا الاف كونستانت احسب قيمه الامبلس، بقول له الامبلس بيساوي اف في دلتا تي، اذا الاف ثابته ومعطيني اياها في السؤال. طيب هذا الشريط يا شباب بلخص لكم الدرس الأول والأساسي في شابتر 9. شابتر 9 كله من أوله لآخره هو عبارة عن 3 دروس. الدرس الأول هو اللي قدامنا، تصادم جسم مع جدار. والدرس الثاني اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو النوع الثاني من أنواع المومنتم والكوليجنز، اللي هو تصادم جسمين مع بعض، تصادم جسمين مع بعض. القسم الثالث هو قسم منفصل ما له دخل بهذا الموضوع نهائيا، بتكلم عن إشي اسمه center of mass، مركز الكتلة، ما له دخل بالتصادمات، راح نحكي عنه بشكل منفصل لحاله. ولذلك يا شباب راح نشوف إنه الأمثلة
اللي راح ناخذها بتطرق للنوعين الاساسيين للتصادمات، تصادم جسم مع جدار، تصادم جسمين مع بعض. انا بفضل الان انه ما دام شرحنا النوع الاول خلينا نشوف تطبيقات عليه، ناخذ امثله عليه بعدين بننتقل للنوع الثاني حتى ما يصير في لخبطه بين النوعين. اذا مره ثانيه، النوع الاول هو تصادم جسم مع جدار، فنتيجه لذلك بتتغير مقدار السرعه وبيظهر عندنا مصطلح اسمه امبلس اللي هو نفسه change in momentum. P هي المومنتم linear momentum. دلتا P هي change in momentum. إذا دلتا P شو اسمها؟ اسمها change in momentum، التغير في الزخم. مصطلح مهم اللي هو الدلتا بي. هاي الدلتا بي هي نفسها مين؟ هي نفسها اي اللي هي الامبلس، هي نفسها الامبلس. تمام. قبل ما نبدا في الامثله ممكن يجينا هيك سؤال عكسي شوي، ما دام انا عندي هون تكامل. اذا اعطاني الفورس بكاملها على التايم وبطلع قيمه الاي اللي هي نفسها دلتا بي. طيب لو كان السؤال بالعكس، لو هو مثلا كان معطيني السؤال البي، انا بحكي عن فانكشنز عن معادلات، وطلب احسب الفورس في هاي الحاله، في هاي الحاله بيجي سؤال عكسي، يعني هي المعادله الوحيده اللي صعب ندخلها على هذا الشريط اللي قدامنا، فبنضطر نكتبها لحالنا. اذا كان طالب مني احسب الاف اكسترنال، الاكسترنال فورس، لو طلبها منا نحكي له انه الاكسترنال فورس ايش بتساوي، بس بشرط احنا بنحكي عن شو، عن فانكشن، عن فانكشنز عن معادلات. هاي الفورس بتساوي بشتق الطرفين، فبصير عندي هون دي بي، ولما اشتق التكامل بروح اشاره التكامل، بضل عندي اف في دي تي بقسم على الدي تي، وبالتالي الفورس هي دي بي باي دي تي. الفورس شو هي؟ هي دي بي باي دي تي. اذا اذا كان معطيني الفورس يا شباب على شكل فانكشن على شكل معادله وطلب مني احسب الاي او الدلتا بي، شو بعمل؟ بكامل هاي الفورس تكامل اف نكملها. لكن لو السؤال بالعكس، لو هو كان معطيني البي على شكل معادلة وطلب مني الفورس، ايش بعمل في هاي البي؟ بشتقها حتى اعوض اطلع قيمة الاف كم بتساوي. هيك بتكون المعادلات اكتملت. قبل ما نبدأ ايضا في الامثلة خليني احكي هيك فائدة مهمة، انه هاي المعادلة اللي قدامنا يا شباب هي فعليا الصيغة الاصلية لقانون نيوتن الثاني. لما يعرف انه قانون نيوتن الثاني شو صيغته؟ اف تساوي ام في ايه، F تساوي M في A، هذا هو قانون نيوتن الثاني. لكن مش هاي الصيغة الأصلية للقانون، الصيغة الأساسية، الصيغة الأساسية هي هاي، إنه الفورس ناتج عن تغير الزخم الخطي للجسم بالنسبة للتايم، هاي اللي بتؤدي إلى وجود تسارع. طيب هل ممكن الحصول على معادلتنا المعروفة من خلال هاي المعادلة؟ خلينا نشوف. لو حكينا إنه F تساوي dP by dT، بعدين عوضنا مكان ال P قانونها اللي هي M في V، لأن الماس في الغالب إيش بتكون؟ constant، وبالتالي رح تطلع برا الاشتقاق، فبصير عندي M في dV by dT. dV by dT هي مشتقة السرعة، مشتقة السرعة بالنسبة للزمن هي التسارع، M في A، M في A. طيب إذا حصلنا على المعادلة المشهورة F تساوي M في A من خلال معادلتنا اللي حصلنا عليها اليوم اللي هي ايش؟ F تساوي dB by dT. اذا هذا هو اصل قانون نيوتن الثاني، هذا هو الاصل، هاي الصورة المشتقة من هاي الصورة اللي هون. بس لاحظوا احنا شو عملنا؟ اعتبرنا انه الماس is constant، ثابتة، وبالتالي طلعناها برا الاشتقاق. لكن لو اجاني سؤال الماس مش ثابتة، متغيرة، وهذا مش مطلوب في اغلب الجامعات اللي بتدرس هذا الكتاب، هذا الجزء مش مطلوب. لكن لو كانت افترضنا موجود في الكتاب لكن مش مطلوب من الطلبة، لو كانت الماس متغيرة بالأول، متى ممكن تكون الماس متغيرة؟ إيش في حالة بتكون فيها كتلة الجسم نفسها بتتغير أثناء الحركة؟ يعني السرعة بتتغير والكتلة بتتغير. المثال المشهور على تغير الماس مع السرعة مع بعض بتغيره اللي هو الصاروخ. الصاروخ يا شباب عبارة عن أنبوبة طويلة، أغلب حجم الصاروخ بيكون وقود، وقود سائل، وقود غاز كله.
أثناء انطلاق الصاروخ بيبدأ يحترق الغاز اللي فيه ويخرج منه ويحترق، يولع نار عشان يدفع الصاروخ للأعلى. الصاروخ بيدفع الغازات للأسفل المحترقة، فالغازات هاي بتدفعه للأعلى، فعل ورد فعل، فبينطلق الصاروخ نحو الأعلى. هاي فكرته. وبالتالي لو تخيلنا أنه النار اللي طالعة من الصاروخ انطفت، فورا بيسقط مباشرة. هذا الغاز هو جزء من كتلة الصاروخ، وبالتالي لما يصير يحترق ويخرج منه بتبدأ كتلة الصاروخ إيش يصير فيها؟ تقل. فهو أثناء حركته الصاروخ نحو الأعلى وقاعدة الغازات بتخرج منه، وهي بتخرج منه شو بصير في الكتلة؟ بتقل. فبعد فترة زمنية بنلاقي إنه كتلته صارت صغيرة. الأنبوب الأول اللي بيكون في مؤخرة الصاروخ اللي بيحتوي على كمية من الوقود الخاص خلص الغاز اللي فيها، خلص اندفع كلياته للخارج واحترق. فشو بنلاقي الصاروخ؟ إنه بيجي مصمم بحيث إنه هاي القطعة اللي فيها الأسطوانية اللي فيها الغاز بتنفصل عنه وبتسقط. ليش يضل حامل هاي الكتلة الثقيلة معه؟ فبتسقط. بعدين بضل عندي جزء أقصر من جسم الصاروخ، أيضا بيحتوي الجزء الثاني على كمية أخرى من الوقود إلى هدف معين إنها تدفع في مدار وهكذا. فشو بنلاحظ؟ إنه المهم إنه أثناء حركة الصاروخ كتلته قاعدة بتقل. إذا في تغير في الكتلة، في هاي الحالة ما بقدر أطلع الكتلة خارج المشتقة، لأنه في عندي متغيرين، متغير متغير. أنا متى بقدر أطلع الإم برا إشارة الاشتقاق؟ لما تكون الإم ثابتة. إذا زي لما يحكي لي مثلا 2 تي، الاثنين بقدر أطلعها برا المشتقة، بعدين بشتق التي. أو 2 تي تكعيب، اثنين بطلعها برا، بس التي تكعيب بضلها جوا المشتقة لأنه هي متغير تي. الآن إذا الثنتين متغيرات، هون بصير مشتقة حاصل ضرب، اللي هي مشتقة الأول ضرب الثاني زائد الأول في مشتقة الثاني، مشتقة الأول ضرب الثاني زائد الأول ضرب مشتقة الثاني. يعني لو بدنا نكتبها بتطلع هيك، إنه دي باي دي تي إم في في، هاي راح تكون مشتقة الأول، أو إذا بدكم نبسطها الأول في مشتقة الثاني، ممكن نفس الشيء ما بتفرق، إم دي في باي دي تي اللي هي هاي، هاي نفسها هاي، لكن في حد زيادة زائد الثاني في مشتقة الأول. لأن دي ام باي دي تي هي معدل تغير كتلة الجسم مع الزمن. الآن هذا الصاروخ أثناء فقدانه للغاز كم مقدار، كم معدل التغير؟ يعني بتغير الكتلة مثلا 2 كيلوغرام في الثانية، هاي هي الدي ام باي دي تي، 2 كيلوغرام لكل ثانية. فإذا دي ام باي دي تي هي معدل تغير الكتلة بالنسبة للزمن. فإذا كانت الكتلة ثابتة كم بتكون مشتقتها؟ مشتقتها بتكون صفر، وبالتالي نرجع لوين؟ نرجع للحالة الأصلية اللي هي عندنا هون إذا كانت الكتلة ثابتة. أما إذا الكتلة مش ثابتة، لا خلص، إذا بصير عندي أنا دي باي دي تي للإم في في بتساوي حدين مش حد واحد، وبالتالي بكون عندي إم في إيه اللي هي نفسها هاي زائد حد إضافي ناتج عن تغير الكتلة مع الزمن. الصاروخ ليس المثال الوحيد على هذا الكلام، في عندي أمثلة أخرى. زي مثلا تخيلوا أنه في واحد حامل وعاء حديدي وبيحتوي في داخله على الماء، وبمشي هذا، طلعوا أنتوا على الوعاء لوحده، انسوا الشخص اللي حامله، هذا الوعاء هو بيتحرك له سرعة، سرعته ممكن تكون ثابتة ممكن تكون متغيرة بهمناش، لكن أثناء حركته هذا الوعاء مثقوب، فالماء إيش بيعمل؟ بتسرب منه. إذا أثناء تسرب الماء من الوعاء كتلة الوعاء قاعدة بتقل، لأنه كتلة الوعاء هي كتلته الخارجية زائد الماء اللي فيه. فلما الماء يتسرب منه كتلته راح تكون بتقل، وبالتالي بتتغير وهكذا. أو مثال آخر، تخيلوا الطائرات اللي بتطير وبتيجي طائرة أخرى تعبيها، طائرات تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، فالطائرة بتكون بتتحرك وفي طائرة الوقود فوق، وبينمد أنبوب من طائرة الوقود للطائرة اللي تحتاج إلى وقود، فبصير تعبيها بالوقود. الآن لما تصير تعبيها بتكون الطائرة هي بتتحرك وكتلتها قاعدة بتزيد. إيش هي كتلة الطائرة هاي؟ كتلتها نفسها زائد كتلة الوقود اللي قاعد بتضاف عليها، وبالتالي كتلة متغيرة بتكون عندنا، وهذا معناه جسم متغير الكتلة. وفي هاي الحالة شو بنعمل؟ بنطبق هذا الحكي، يعني هذا الحد اللي هو ما بصير أشطبه. إذا هذا الحد دي ام باي دي تي بنشطب بروح فقط لما تكون الكتلة ثابتة، أما إذا الكتلة مش ثابتة بيطلع عندي هذول الحدين. زي ما حكيت لكم هذا بس من باب التوضيح، إنه ممكن تكون عندي العلاقة فيها حدين مش حد واحد اللي هي اف، وهذا فقط في حالة الكتلة المتغيرة. وغالبا هذا الكلام بيكون مش مطلوب من الطلبة، بس أنا حبيت أوضحه من باب إنه موجود في الكتاب، وممكن البعض في بعض المناهج يكون مطلوب منهم.
يكونوا عارفينه واضح بالنسبة للجميع. وهذا السبب، هاي المعادلة هي السبب اللي خلت الناس يكتبوا قانون نيوتن بهذا الشكل اللي درسناه في شابتر 5 لما كانت الكتلة ثابتة. شباب، قانون نيوتن لما طبقناه أن القوة بتأثر على جسم، ولا مرة حدا ناقش أو جاب سيرة أن الجسم كتلته بتتغير. كل ما في هنالك درسنا أنه جسم موجود على الطاولة مثلا أو على الأرض، وفي جسم قاعد قوة قاعدة بتحرك فيه، فالجسم نفسه كتلته ثابتة، عشان هيك بكفي أني أتعامل مع هاي الصيغة. أما إذا كانت الكتلة غير ثابتة في تغير فيها، فمنضطر نرجع للصيغة الأصلية لقانون نيوتن الثاني، وبالتالي بصفي F تساوي M في A اللي هي نفسها زائد حد ثاني جديد ناتج عن تغير الكتلة مع الزمن. بعد هذا التوضيح خلينا الآن نبدأ في إيش؟ نبدأ في أمثلة على هذا القسم من Linear Momentum and Collisions، هذا النوع من أنواع التصاريح. نبدأ في المثال التالي. خلينا شباب نبدأ في الأمثلة اللي فيها شوية هيك رياضيات نخلص منها، بعدين نبدأ في الأمثلة اللي هي الفيزيكال الواقعية. مثال بحكي لنا F the momentum is given by، يعطى بالعلاقة P تساوي linear momentum، طبعا linear momentum لأنه حكينا في نوع آخر من momentum اللي هو الانجولر مومنتم. لينير مومنتم هي الزخم الخطي لما يكون الجسم ماشي بخط مستقيم زي الأمثلة اللي احنا بنذكرها، والانجولر مومنتم الزخم الزاوي بيظهر لما يكون الجسم بيتحرك في مسار دائري، في حركة دائري، بحيث انه اثناء حركته قاعد بقطع زوايا مش بقطع مسافات للامام بخط مستقيم. بي تساوي مثلا 6 تي تكعيب ناقص 5 تي تربيع زائد 2 تي زائد 1. إذا بي تساوي هاي المعادلة function زي ما أنتم شايفين. مطلوب في السؤال find 1 instantaneous force at t تساوي 2 3 average force from t بتساوي 0 to t بتساوي 1. إذن أعطاني المومنتم، أعطاني P وطلب مني الفورس، فواضح أن العلاقة المستخدمة في الحل راح تكون هي العلاقة التالية. طبعا شباب يعني خليني أساعدكم، في شابتر 9 في القسم الأول هي تصادم جسم مع جدار، القوانين هي اللي قدامكم الآن ما فيش غيرها. I هي سلسلة قوانينه بالإضافة لهذا القانون إذا عكسنا F تساوي dP by dt إذا كان طالب الـ F ومعطين الـ B. الآن في هاي المسألة معطيني معادلات، وبالتالي أنا لو راح يكون شغلي إما على المعادلة اللي هون أو على هاي المعادلة حسب المعطى والمطلوب. هو معطيني في السؤال P، فP معطى والمطلوب هو F، المطلوب هو الفورس. فشو بنحكي في هاي الحالة؟ بنحكي في هاي الحالة المطلوب F وهي الـ P هون، هذا المعادلة راح أستخدمها dP by dt. بس بدي أنتبه كمان إنه لما تكون زي ما تعلمنا في chapter 2 لما أخذنا ال v تساوي dx by dt أو ال acceleration هي dv by dt، هاي الكمية اللي أنا بحسبها واللي بتساوي مشتقة بتكون في الغالب إيش؟ بتكون في الغالب instantaneous يعني لحظية في لحظة ما. أما إذا طلب مني average فال average معروف إيش قانونه؟ F average قانونها دلتا P على دلتا T. إذن dP by dt هي الانستانتينوس اللحظية، أما دلتا P على دلتا T فهي إيش؟ فهي الأفرج. ها هي الأفرج، الأفرج فورس. الآن في هذا السؤال هو معطيني P على شكل معادلة، طلب منا نطلع مين؟ طلب نطلع الانستانتينوس فورس، القوة اللحظية. هنشوف حل السؤال. F أنا واحد واثنين مش تلات. instantaneous بتساوي D
dp by dt ويساوي، لأن مشتق